ثلاث تعبيرات انجليزيه سهله وجديده. دعونا نبدا من جديد. Let's go back to the drawing board. يعني هيا بنا او خلونا نرجع للوحه الرسم، ولكن الترجمه او المقصود من المعنى دعونا نبدا من جديد. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun معناها الوقت بيعدي بسرعه لما بتكون بتستمتع. طبعا ده حقيقه، الوقت بيعدي بسرعه جدا معاكم. It's not rocket science. It's not rocket science يعني ده الموضوع مش صعب قوي يا عم، زي بنقول بالعربي كده في مصر مش بتحل مواتير. طبعا بنقولها هنا باللغه الانجليزيه ده مش علم في الصواريخ، انت مش إيلون ماسك هتطلع صاروخ كل يومين. في ناس كده يعملوا الحاجه ويحسك ان هو يعني عمل من حبه قبه، عارفين حد منهم؟ اعملوا منشن. ازاي تقول كبش فداء باللغه الانجليزيه؟ طبعا كبش فداء تعبير بنستخدمه لما يكون في حد بيتورط او بيستخدم لتبرير فشل او يتحط هو محل اللوم في موضوع معين. scapegoat. scapegoat. his manager made him the scapegoat for the failure of the project. يعني مديره حطه كبش فداء علشان او بسبب فشل المشروع. حد فيكم اتحط كscapegoat قبل كده؟ ازاي تسأل شخص باللغة الانجليزية عن عاداته او هواياته او قدراته وامكانياته باسلوب بسيط؟ لو السؤال ده موجه للشخص اللي بتكلمه يعني للمخاطب سواء هو مفرد او جمع او مجموعة اشخاص اخرين كمان جمع، هستخدم كلمة do، الفعل المساعد do ثم وراها الضمير اللي انت بتوجه له او بتسأل عنه. do you speak English؟ هل تتحدث اللغة الانجليزية؟ do you eat fish؟ هل تأكل السمك؟ Do they play football؟ هل هم يلعبون كرة القدم؟ أما لو السؤال عن شخص آخر أو شخصية أخرى وأنت فضولي بتسأل عنهم، هتبدأ ب does. Does he smoke؟ هل هو يدخن؟ Does she drink coffee؟ هل هي تشرب القهوة؟ إزاي تقول كلمة يناقش بالتفصيل باللغة الإنجليزية؟ طبعا فعل يناقش ناس كتير عارفها وبتستخدمه اللي هو discuss، لكن اللي هنقول لك النهاردة phrasal verb جديد هيساعدك تقول ناقش بالتفصيل. Go into. I would like to go into more details before we sign the contract. يعني أنا عايز أروح وأناقش بعض التفاصيل قبل ما أوقع على العقد. كيف في حاجة هنا ولا هنا تصدق؟ مش كده. إزاي تقول واحد باللغة الإنجليزية بأسلوب محترم إيه اللي جايبك هنا؟ بتقولوش What are you doing here؟ أو بتعمل إيه هنا؟ لا، قل له What brings you here؟ What brings you here؟ خليك مهذب. ازاي تقول باللغة الانجليزية لقد طفح الكيل؟ يعني انا جبت اخري. Enough is enough. Enough is enough. That's it. That's it. I am fed up. I am fed up. I have had enough. I have had enough. I am done. I am done. I can't take it anymore. I can't take it anymore. ربنا صبرنا. ازاي تقول لواحد باللغة الانجليزية علمي علمك؟ او زي ما بيقولوا كده ليس المسؤول باعلى من السائل، يعني ما عرفش اكتر من اللي انت عارفه. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. يعني ما عرفش اكتر من اللي انت عارفه. تعال نشوف واحد تالت يمكن يكون عارفه ويقول لنا احنا الاثنين. ازاي تعتذر عن دعوة باللغة الانجليزية باسلوب مهذب؟ I'm honored but I can't. يعني يشرفني والله ولكن مش هقدر. Unfortunately it's not a good time now. يعني لسوء الحظ الوقت مش مناسب دلوقتي. Sadly, I have something else. يعني للأسف عندي شيء آخر. I'm afraid I have another commitment. I'm afraid I have another commitment. معناها أنا آسف عندي ارتباط آخر. إزاي تقول يفترض باللغة الإنجليزية؟ يفترض الفعل هو assume والاسم منه هو assumption. Assumption. Do not assume that he has committed the crime. يعني لا تفترض ان هو ارتكب الجريمة. The assumption that he has committed the crime is totally wrong. يعني الافتراض انه ارتكب الجريمة هو خطأ تماما. ازاي تقول لواحد باللغة الانجليزية انه كذاب باسلوب محترم او مؤدب؟ Are you sure it happened this way? Are you sure it happened this way? يعني هل انت متأكد ان الموضوع حصل كده بالضبط؟ I find that hard to believe. I find that hard to believe. يعني انا شايف الموضوع صعب يتصدق شوي. I think you may have missed something. I think you may have missed something. يعني اتوقع انك شكلك نسيت حاجة في الموضوع كده، راجع نفسك تاني. وطبعا الاسهل والابسط انك تقول له يا كذاب، بطل كذب يا كذاب. بس كده. ازاي تقول كلمة بصراحة باللغة الانجليزية؟ ثلاث اختيارات. Frankly speaking, you need to pay the money. يعني بصراحة مفروض تدفع الفلوس. Honestly, you should go.
يعني بصراحة مفروض تروح. Openly, 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 I think you are wrong. يعني بصراحة أعتقد أن أنت مخطئ. إزاي تقول باللغة الإنجليزية لا ضغينة؟ يعني مفيش لا مؤاخذة مشاعر. سودا من جوه. No hard feelings. No hard feelings. Hold no grudge. Hold no grudge. فاكرين فيلم الرعب المشهور القديم ده اللي كان اسمه Grudge؟ اللي كان بتطلع فيه واحدة كانت تخوف الناس تقول No ranks. No ranks. طبعا في ناس بتقول الكلام ده وهي من جوه أساسا بتكون مش مصفية النية. بلاش الحركات دي. ازاي تقول باللغة الإنجليزية لا ضغينة؟ يعني مفيش لا مؤاخذة مشاعر. سودا من جوه. No hard feelings. No hard feelings. Hold no grudge. Hold no grudge. فاكرين فيلم الرعب المشهور القديم ده اللي كان اسمه Grudge؟ اللي كان بتطلع فيه واحدة كانت تخوف الناس تقول No ranks. No ranks. طبعا في ناس بتقول الكلام ده وهي من جوه أساسا بتكون مش مصفية النية. بلاش الحركات دي. ازاي تسأل شخص باللغة الإنجليزية عن عاداته أو هواياته أو قدراته وإمكانياته بأسلوب بسيط؟ لو السؤال ده موجه للشخص اللي بتكلمه، يعني للمخاطب سواء هو مفرد أو جمع أو مجموعة أشخاص آخرين كمان جمع، هستخدم كلمة do، الفعل المساعد do، ثم وراها الضمير اللي أنت بتوجه له أو بتسأل عنه. Do you speak English؟ هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ Do you eat fish؟ هل تأكل السمك؟ Do they play football؟ هل هم يلعبون كرة القدم؟ أما لو السؤال عن شخص آخر أو شخصية أخرى وأنت فضولي بتسأل عنهم، هتبدأ ب does. Does he smoke؟ هل هو يدخن؟ Does she drink coffee؟ هل هي تشرب القهوة؟ إزاي تقول باللغة الإنجليزية ما شفتهاش أيام زمان؟ طبعا التعبير ده بنقوله لما نكون بنتكلم عن حاجة قدمت أو حد بيعلق عليها بأنها قديمة وكده، فتقوله ما شفتهاش أيام زمان، كان فيها الخير لسه. It has seen better days. It has seen better days. فين أيام زمان؟ أيام البتاع الواحد لما كان جيب كذا بتاع لوحده. إزاي تقول باللغة الإنجليزية أنا هقدم له عرض مش هيقدر يرفضه؟ I'm going to make him an offer he can't refuse. وتحمر له عينيك كده وانت بتقولها. He can't refuse. خمس جمل باللغة الإنجليزية عن اتخاذ القرار. I can't make up my mind. I can't make up my mind معناها أنا مش قادر أوصل لقرار. I will take that into consideration. I will take that into consideration يعني هاخد ده بعين الاعتبار. I am having second thoughts. I am having second thoughts يعني أنا بعيد التفكير في الموضوع. I changed my mind. I changed my mind يعني أنا غيرت رأيي. It's up to you. It's up to you يعني الأمر يرجع لك. قرر أنت بقى. ازاي تقول واحد باللغة الإنجليزية مالك زعلان ليه بأسلوب مختلف؟ Why the long face? Why the long face? مالك زعلان ليه؟ مش معناها وشك طول ليه؟ لا، معناها زعلان ليه يا باشا؟ قول لي بس اللي مزعلك. ازاي تقول باللغة الإنجليزية ضحكته كانت من هنا لهنا؟ يعني كان بيضحك ضحكة متسعة. He was smiling from ear to ear. يعني كان بيضحك من ودنه لودنه. شوف تخيل الضحكه، يعني كده حاجه دي مرعبه، تخوف مش تضحك. انا ضحكتي كويسه. لو انت في اجتماع، ازاي تطلب باللغه الانجليزيه من الشخص اللي بيتكلم انه يعيد الكلام اللي قاله تاني لانك مش فاهم، ولكن باسلوب شويه ما يخليش ان انت شكلك يعني مش حلو. Could you explain that in another way please? Could you explain that in another way please? يعني ممكن توضح او تعيد اللي قلته تاني وتشرحه باسلوب تاني لو سمحت. I didn't catch that. I didn't catch that. Can you repeat please? يعني انا ما لحقتش اسمع او اخد بالي من اللي قلته، ممكن تعيد مره تانية. I didn't quite hear what you said. Can you say it again? I didn't quite hear what you said. Can you say it again? يعني انا ما سمعتش كويس قوي اللي انت قلته، ممكن تكرر لو سمحت؟ طبعا انت كده راجل يعني عندك برستيج ومتابع. ازاي تنهي محادثة او حوار مع شخص رغاي باللغة الانجليزية باسلوب محترم ولطيف؟ It was wonderful talking with you. But I'm afraid I have to go. I have something to do. يعني كان رائع اني اتكلم معك، ولكن للأسف انا مضطر امشي، عندي حاجة اعملها. I really enjoyed talking with you. But I must be going. يعني انا استمتعت جدا بالحديث معك، ولكن انا لازم امشي. Good talking with you. I'll see you again soon. يعني جميل قوي اني اتكلمت معاك، اشوفك تاني. طبعا وانت جواك بتقول قابلني. ازاي تقول باللغه الانجليزيه انا على الحياد؟ اتنين بيتناقشوا كل واحد له راي وبيسالوك انت رايك ايه وانت مش هنا ولا هنا. ممكن تقول I am on the fence.
I am on the fence أو I will sit on the fence. I will sit on the fence. طبعا fence لوحدها معناها سياج أو سور، يعني كان أنت قاعد على السور أو السياج عمال تتفرج على الاثنين ومتخدش قرار مع حد، يعني عشان ما حدش يزعل في الآخر. إزاي تقول كلمة كافي باللغة الإنجليزية بأسلوب احترافي وجديد؟ طبعا ناس كتيرة عارفة كلمة enough. enough معناها كافي، لكن في الفيديو ده هعرفك كلمة أكثر رسمية واحترافية. sufficient. sufficient. we have sufficient funds to start our new business. يعني عندنا تمويل كافي علشان نبدأ عملنا أو مشروعنا الجديد. إزاي تقول باللغة الإنجليزية استرخي خالص وفكك بقى وريح دماغك وما تعملش لنفسك أي توتر؟ وده طبعا بمناسبة موسم الأجازات وعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. Relax and unwind. Relax and unwind. My advice to you is to relax and unwind and enjoy your holiday. يعني استرخي خالص، فكك من أي مشاكل واستمتع بالأجازة. ازاي توصف حاجه باللغه الانجليزيه انها ليست لذوي القلوب المرهفه؟ الناس اللي مشاعرها دقيقه ومشاعرها بسكوته ومش بتقدر تستحمل مثل هذه الامور. Not for the faint hearted. Not for the faint hearted. This movie is not for the faint hearted. يعني هذا الفيلم ليس لذوي القلوب او المشاعر المرهفه الحسيسه اللي بتاثر بسرعه، فبلاش تشوفوه احسن عشان ما تزعلوش. ازاي تقول راحت عليا نومة باللغة الانجليزية؟ I overslept. I overslept. ازاي توصف حاجة باللغة الانجليزية انها من الدرجة الاولى او متميزة جدا باسلوب احترافي؟ Top notch. Top notch. This presentation is a top notch. يعني البرزنتيشن ده او العرض ده متميز جدا من الدرجة الاولى. ازاي تقول واحد باللغه الانجليزيه مش عايز او مش حابب اتكلم في الموضوع ده لو سمحت؟ I'd rather not talk about that if you don't mind. يعني افضل ما اتكلمش في الموضوع ده من بعد اذنك، يعني انت عارف بعض الناس حسريه بتتكلم في امور شخصيه فممكن تسكتهم بالجمله دي. اربع كلمات انجليزيه قريبه من بعضها وناس كتيره بتغلط فيها، يا ترى انت واحد من الناس دي؟ lose lose loss lost. lose لوس الأولى معناها فضفاض أو واسع، ممكن أوصف فستان أو قميص وأقول it is very loose، يعني ده واسع جدا. الثانية lose معناها يخسر أو يفقد، ممكن أوصف واحد إنه ما بيحبش يخسر أي جيم أو أي مباراة أو أي لعبة أقول he doesn't like to lose any game. الثالثة loss. loss معناها خسارة، بوصف حاجة حصلت وبقول إنها خسارة كبيرة أو خسارة كبيرة، ممكن أقول it's a big loss، إنها خسارة كبيرة. الأخيرة lost اللي هي تعتبر الماضي من lose اللي هي معناها يفقد أو يضيع، ممكن أقول I lost my keys، يعني أنا ضيعت مفاتيحي. ممكن كمان أوصف شخص إن هو تائه أو مفقود أقول عليه he is lost، يعني هو مفقود أو تائه. كان في مسلسل أمريكي مشهور تقريبا اسمه lost. ازاي نقول باللغة الانجليزية قلل التكاليف او خفض التكاليف الى اكبر قدر ممكن؟ cut corners. cut corners. الترجمة الحرفية اللي هي معناها قطع الجوانب او حنت في الجوانب، ولكن المقصود معناها تقلل التكاليف لاكبر قدر ممكن. we don't have money for all this. please try to cut corners. يعني احنا مش معانا فلوس لكل الهيصة اللي انت عاملها دي، لو سمحت قلل المصاريف والتكاليف لاكبر قدر ممكن. انت مش بتدفع حاجة من جيبك، مش خسران. ثلاث استخدامات للفعل get في إطار البيزنس انجلش. get to know. get to know يعني يبدأ يفهم. I need to get to know more about business. يعني أنا محتاج أفهم أكتر على الشغل. get settled. get settled بستخدمها بمعنى يستقر. I'm trying to get settled in my new office. يعني بحاول أستقر وأكون كده تمام في المكتب الجديد بتاعي. get fired. get fired صعبة شوية، معناها يفصل من العمل. They told him he will get fired if he made the same mistake again. يعني هم قالوا له سيتم فصلك من العمل لو قمت بنفس الخطأ مرة ثانية. عنيفين جدا في الشغل ده. أنواع الوظائف باللغة الإنجليزية. A full-time job. A full-time job يعني عمل بدوام كامل، سواء طوال أيام الأسبوع أو كل ساعات النهار. A part-time job.
part time job يعني عمل بدوام غير كامل، ممكن جزء من النهار أو جزء من أيام الأسبوع. A permanent job. A permanent job معناها أنه عمل دائم مش مؤقت بعقد معين بينتهي العمل بعد انتهاء العقد. A temporary job. Temporary job يعني عمل مؤقت، يعني عمل لفترة مؤقتة فترة محددة، ثم لما بينتهي المشروع أو بينتهي العقد بيتوقف العمل. يعني ايه كلمة بدلات باللغة الإنجليزية؟ طبعا بدلات هي الامتيازات اللي بتكون فوق الراتب الأصلي للموظف. Perks. Perks. On top of your salary, the company will offer you some perks. يعني فوق الراتب بتاعك الشركة هتقدم لك بعض البدلات. يا ترى الشركة عندك بتديك بدلات ولا الدنيا عندك سداح مداح؟ ربنا يعين. ثلاث أسئلة باللغة الإنجليزية ممكن تسألهم لأي حد عن شغله. الأول What do you do؟ يعني ماذا تعمل أو شغلتك إيه؟ الثاني What does your company do؟ يعني الشركة بتاعتك شغالة في إيه؟ السؤال الثالث How long have you been with the company؟ يعني أنت بقالك قد إيه في الشركة دي؟ إزاي تقول باللغة الإنجليزية مفوض أو مندوب عنده صلاحيات؟ Delegate. Delegate. وتفويض شخص بصلاحيات بيسموها Delegating. Delegating. طبعا دي مهارة مهمة جدا أو حاجة مطلوبة أي مدير يعملها، أنه يدي صلاحيات لموظف آخر في التيم بتاعه عشان يقوم بالشغل، مش يعمل كل حاجة بنفسه. يعني مثال You shouldn't do everything. Delegate someone to do these tasks. يعني مفروض تفوض حد يعمل المهام دي، مش مفروض تعمل كل حاجة، مش كده ولا إيه؟ إزاي تقول باللغة الإنجليزية هذا الأمر غير مطروح للنقاش، هذا الأمر مستحيل غير مسموح به؟ Out of the question. Out of the question. واحد طلب منك ديسكاونت كبير، خصم كبير في شغلانة معينة، وانت عايز تقول له لا ده غير مسموح بيه بالمرة، انسى مستحيل. هتقول له that's أو it's out of the question، يعني غير مسموح بيه بالمرة، انسى يا بابا مستحيل. ركز معي في الكلمات دي those knows rose hose lose. ليه مختلفة لوحدها؟ ما تسألش. لا تجادل ولا تناقش يا خالي، يا كده lose. ازاي نوصف شيء في اللغة الانجليزية ان هو استثنائي بالثاء؟ استثنائي. exceptional. exceptional. this offer is very exceptional. يعني العرض ده عرض استثنائي. ازاي نقول باللغة الانجليزية على المدى البعيد؟ in the long run. in the long run. ممكن كمان تقول in the long term. in the long term. The company is going to save a lot of money in the long run. يعني الشركة هتوفر الكثير من الأموال على المدى البعيد. In the long run. إزاي تقول باللغة الإنجليزية أنا أعمل في هذه الشركة لفترة كذا أو منذ كذا؟ في خطأ شائع أن الناس بتقول مثلا I am working in this company، وبعدين يقول مثلا الفترة الزمنية يقول for 10 years، أو مثلا يقول since اللي هي معناها منذ، ويقول السنة. الحقيقة أن الصيغة دي مش صحيحة. الصيغة الصحيحة أنك تقول I have been working in this company for مثلا 10 years، يعني أنا بشتغل في هذه الشركة لمدة 10 سنين. أو الصيغة الثانية أنك تقول I have been working in this company since، وتقول السنة since مثلا 2019، من أول 2019. يبقى أنت هتقول I have been working for فترة زمنية، أو I have been working since السنة أو النقطة اللي انطلقت منها بالضبط في العمل. إزاي نقول باللغة الإنجليزية يتخلى عن منصبه أو يترك منصبه؟ step down. step down. he decided to step down as the general manager of the company. يعني هو قرر أو يتنازل عن منصبه أو يترك منصبه كمدير عام للشركة. إزاي تقول ما هو رأيك بطريقة احترافية في اللغة الإنجليزية بطرق جديدة؟ what are your thoughts on. What are your thoughts on? What are your thoughts on the new marketing plan? What are your thoughts on the new marketing plan? يعني ما هي أفكارك أو رأيك في خطة التسويق الجديدة؟ What's your take on? What's your take on? What's your take on moving to a new office? What's your take on moving to a new office? يعني إيه رأيك لو نقلنا في مكتب أو إلى مكتب جديد؟ How do you feel about? How do you feel about? How do you feel about the meeting? How do you feel about the meeting? يعني ما رأيك في الاجتماع؟ أو إيه رأيك في اللي حصل في الاجتماع؟ إزاي تقول يستعد باللغة الإنجليزية لحاجة كبيرة ويرتب لها بشكل كويس؟ Gear up. Gear up. The company is gearing up for the big conference. يعني الشركة بتستعد بشكل كويس للمؤتمر الكبير اللي هتنظمه أو اللي هتشترك فيه بالشرط يعني.
ازاي تقول باللغة الانجليزية على مدار الساعة؟ Around the clock. Around the clock. We have been working around the clock to meet the deadline. يعني احنا كنا شغالين على مدار الساعة عشان نلتزم بالموعد النهائي. ازاي نوصف واحد باللغة الانجليزية ان هو شاطر وحريف في شغله؟ تعبير جديد ان شاء الله يعجبكم. والتعبير اللي معانا او الكلمة اللي معانا هي savvy. savvy معناها شاطر، معناها متمكن جدا وعنده خبرة عملية في شغله، مش مجرد كلام في الهواء. You are a business savvy معناها ان انت خبير جدا وشاطر جدا في الشغل.